دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم تمثيلية الأسبوع. المخرج المنفذ زهير جمعة. تمثيلية الأسبوع. تمثيلية الأسبوع. إخراج محسن غازي. بين الحب والمال. التأليف دينا خانكان. يا سليم يا سليم. نعم علي. تعال ابني تعال، وصل الطلب للرقم 4 ورجع مشان تحاسب الطالب رقم 7. ايه على عيني معلم. يلا بسرعه شوي. تفضل، وهي احلى فنجانين قهوه للاستاذ مرهف. يسلم ايديك ابو عمر. الله يسلمك. ايه حبيبتي مروان، كيف كانت محاضرتك؟ ماشي الحال، بس قل لي انت ليش تارك كليتك وجاي لهون؟ يعني ليش ما استنيت لبعد الظهر وشفنا بعض؟ ما عم بقدر يا مروان، انت شغلتي لي كل تفكيري. كيف ما تحركت عم فكر فيكي، لك حتى بأحلامي عم شوفك. شوي شوي مرهف، على مهلك هلأ بصدق. ها بفهم من هالحكي إنه مالك مصدقة. بلا مصدقتك حبيبي، إيه بس هيك كتير مو؟ ليش أنت مو هيك بتحبيني؟ طبعا بحبك وبموت فيك كمان، بس بالمعقول. والله أنا شخصيا خارج المعقول والقوانين. لك أنا بحبك ومجنون فيكي. بس مرهف فضحتنا، وطي صوتك شباك. أنا هيك بحبك، خلي كل الناس تعرف انك حبيبة قلبي وعمري ومستقبلي. ماشي مثل ما بدك حبيبي، المهم انت هلأ خلص لي هالسنة يلي بقينت لك وتخرج مهندس قد الدنيا، وبعدها أكيد ما في شي رح يفرقنا. وحياتك رح أتخرج بإصرار، لأنه بعرف انه هذا الطريق اللي رح ياخدني لأحلى عالم، عالم رح نكون فيه أنا وياكي أحلى زوجين لآخر العمر. هيك بدي إياك. يلا حبيبي أنا لازم روح. يلا حبيبتي لكن خليني وصلك. يلا. أنا أم سعيد. أهلا وسهلا بالست أم سعيد. أهلا وسهلا. يا أمين أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. أهلين فيكي زيد فضلك. إيه والله زمان يا ست أم سعيد، وين هالغيبة؟ بين الأيادي، بس بتعرفي ابني سعيد وشغله وأسفاره، وأغلب الأحيان بياخدني معه. الله يخلي لك يا، والله ما في أحلى من البسط. إيش وآخد معه الواحد؟ إيه كيفه سعيد؟ إن شاء الله جوزتي؟ لا والله يا أم مروة، يعني ما عم يعجبه حدا، كل ما منشف له وحدة بيطالع لي فيها ميت عيب. الله يبعث له إنسانة تسعد قلبه وخاطره. إن شاء الله يا رب. ولهالسبب أنا جاي لعندك. لعندي أنا؟ إيه لعندك يا ستي. من فترة سعيد كان مارق بالسيارة من الشارع تبعكم ولمح المحروسة بنتك مروة، وإجا وقال لي إنه كتير أعجب فيها وطلب مني إجي أطلب له إياها. والله نحن بيحصلنا الشرف يعني، بس بتعرفي إنه بنتي مروة لساتها عم تدرس وبدها سنتين لحتى تتخرج. إيه دخيلك،
انت بتعرفي انه ابني سعيد شغله كتير منيح ومو ناقصه شي، والمرة يلي بده يتجوزها ما بده اياها موظفة، بده اياها معه بكل روحاته وجياته. على كلين انا ما فيني قلك شي لحتى اشوف مروة. ايه طبعا حق معك. أهلين حبيبي مرهف. اشتقت لك مروة، اشتقت لك. حلك تشتق لي؟ إيه مالك ساعة تاركني؟ الساعة اللي عم تحكي عنها بالنسبة إلي دهر. ماني عارفاني شو بدي قلك. لا تقولي شي، بس سمعيني كلمة بحبك. بحبك والله العظيم، بحبك 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 منيح هيك؟ ايه هيك كتير منيح. مرهف كأنه ماما إجت. يلا حبيبي بدك شي بعدين بحاكيك. باي. سلامتك حبيبتي. باي باي. شو ماما مروة؟ ما بدك تتغدي؟ بلا ماما، يلا قايمة ساعدك. الله يرضى عليك ويبعت لك أيام حلوة ويخلي لي ياكي يا أحلى أم بالكون. إيه ست الكل، شو الغدا اليوم؟ حزري لا تقلي لي مقلوبة. لك يقبر قلبي الزكي واللماح. إيه مقلوبة. يلا حبيبتي الحقيني. إيه ماما. يلا ماما لاحقتك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا عمري. شو ماما جاية بكير على غير عادتها؟ ما صدقت امتى وصلت امي. شو طمنيني، رحتي مثل ما قلت لك؟ طبعا رحت. طبعا يعني حبيب قلبي طلب مني طلب، معقوله ما حقق له اياه. وام مروة كتير بتسلم عليك. الله يسلمها يا رب. ومروة ما بتسلم علي؟ لا والله ماما، للاسف مروة ما كانت هنيك. ليش وين كانت؟ بالجامعة، وأنا طلعت من عندهم ولساتها ما كانت جاية. أيوة. طيب أنت فتحتي الموضوع مع أمها؟ إيه حبيبي فتحته، لكان أنا ليش رحت. إيه وشو قالت لك، وافقت؟ على مهلك تقبرني، على مهلك خد نفس. يا سيدي قالت لي سعيد ما في منه، وأنتوا عيلة معروفة والشرف إلنا بنسبكن. بس بس شو ماما؟ بس بدها تاخد رأي مروة. إيه شو علي؟ تاخد رأيها، هذا حقها. أكيد أكيد، وإن شاء الله بصير كل خير يا روح. إيه إن شاء الله. إيه حبيبتي، شلون لقيتي لي هالمقلوبة؟ مشغلة. ليش أي حدا بيطبخ مثل طبخك أم مروة؟ إن شاء الله صحة وهنا يا رب. عقلبك ماما. مروة؟ نعم ماما. في شغلة بدي أقلك عليها. خير ماما، شو هالشغلة؟ أمي أنت بتعرفي قديش أنت غالية عندي، وقديش أنا بتمناكي تكوني سعيدة. أكيد ماما، ما عندي شك بهالشي. أنت يلي ربيتيني من بعد ما توفى بابا الله يرحمه. الله يرحمه. وكنتي إلي الأم والأب، وما قصرتي يوم بحقي، ودرستيني لوصلت لهون. بس شو مناسبة هالحكي يا ماما؟ اليوم اجت لعنا أم سعيد، قرايبتها لمرت خالك زياد، وطلبتك لابنة سعيد. شو؟ شو عم تقولي ماما؟ إيه؟ بس أنا ما بدي أتزوج، أنا بدي أكمل دراستي. إيه يا مروة، أنت بتعرفي قديش سعيد غني، وعيلته من أكبر العائلات بالبلد، وأعماله ما شاء الله بكل البلدان، وعلى طول سفر وروحات وبسط. يعني هدول هن الناس اللي ممكن تعيشي معه مرتاحة. لا أمي لا، قلت لك أنا هلأ ما بدي أتزوج. مروة ليكون في حدا ببالك ومشان هيك عم ترفضي. لا ماما ما في حدا ببالي. بعدين يعني ضروري يكون الزوج غني؟ يعني ما بدي أحبه، أعرفه منيح، أقدر أعيش معه. ماما المال مو كل شي بالدنيا. طيب يا ماما، أنا رح أطلب منهم إنه يجوا ويزورونا وتشوفي، وبعدين لك الحادث حديث. بس حطي ببالي أنا رح يكون قراري مع هالجوازة هاي. ماشي ماما ماشي، مثل ما بدك.
شو عم تحكي؟ شو؟ ما سمعت؟ خلص مرهف اهدى، شبك؟ أنا ما حكيت شي، عم قلك يلي صار، إجاني عريس. هيك عم تقوليها بكل برود؟ إجاكي عريس؟ وشو بفهم من هالحكي؟ ولا شي، أنا لسه لا شفته ولا حكيت معه. ماما مبارح خبرتني وعم تضغط علي مشان وافق. ايه؟ وانتي شو قلتي له؟ قلت له أنا ما بدي أتزوج وبدي أكمل دراستي. ايه وبعدين؟ شبك مرهف، ليش هيك انزعجت؟ يعني ما صار شي، كل البنات بيجيهن عرسان، شي عادي؟ بالله شي عادي؟ إيه لا يا ستي مو عادي، أنا بقاموسي ما في عادي. مروة أنتي إلي وبس، وما بيصير حدا يتجرأ أو يجي يخطبك أو حتى يفكر مجرد تفكير فيكي. روق حبيبي، روق شبنا، إيه دخيله المعصب أنا إيه؟ خلاص فردة بقى. هلأ عم تجننيني وبتقليلي روق؟ من وين بده يجي الرواق؟ مروة مشان الله أوعيك مرة تانية تذكري هالموضوع، أنتي إلي وبس، فهمتي؟ خلص يا روحي خلص، إن شاء الله خير ولا يهمك. يلا بقى أشرب قهوتك. ماشي راح أشرب. ألو مين؟ مرحبا، أنا أم سعيد، أكيد أنت مروة. أهلين خالي، إيه أنا مروة. كيفك مروة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. ممكن أحكي مع الوالدة حبيبتي؟ أكيد على عيني. ماما، خالي أم سعيد على التليفون بدها إياكي. إيه يلا ماما جاية. هاتي ماما. أهلين ست أم سعيد، كيفك؟ الحمد لله مشتاقت لك. تشتاق لك العافية يا رب. ست أم مروة بعد إذنك اليوم المساء حابين نتشرف بزيارتكم أنا وسعيد، إذا ما في سألة. إيه أهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم. يسلم البيت وصحابه. لكان عالسبعة المساء منيح؟ إيه كتير منيح. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. ممنونة لطفك، شكرا كتير. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. مرحبا مرهف. إنا مرحبا مرهف. لك مرهف. أهلين أهلين ضياء، أهلين. شو هاي أهلين ضياء؟ وشبك هي؟ ليش عم تقولها بدون نفس؟ لك مرهف شبك؟ ما فيني شي، متضايق شوي. أيوة، ومن شو متضايق بقى؟ بس ما يكون من مروة. ها ليش في غير مروة ممكن تخليني اتضايق؟ أوف 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 أوف، خير شو صاير؟ لك يا ضياء أنا رح جن، لك رح جن، ما عم بقدر استوعب. شغلت لي بالي لك، شو في؟ شو صاير؟ الست مروة جاية عريس. اها هلا هي الشغله؟ والله فكرت في شيء مهم. عم اقول لك مروة جاية عريس، بتقلي فكرت في شيء مهم؟ هيك يا سيدي، هلا هي وافقت على عريس وهذا اللي زعجك يعني؟ لا ما وافقت لسه، مجرد حكي لك. بس انا لمجرد طرح الموضوع مخي ما عاد قاعد بقرنته. مرهف ما بصير هيك، مروة بتحبك وانت بتحبها وانتو متعاهدين انه تكونوا لبعض وما في شي يفرق بيناتكن، لذلك ما في داعي انك تتضايق كل هالقد. هدي. ما عم بقدر، ما عم بقدر يا ضياء، لك من وقت ما سمعت بالموضوع وانا مزعوج، ما عم بحسن ركز. لك يا حبيبي يا عيني، لا تستبل الامور، لا تستعجل. خلاص هدي شوي، قوم هلا خلينا نفوت على المحاضرة وتفقل بالخير. يلا قوم خلصني. سعيد. أهلين فيكي. ابني سعيد. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. أهلين فيكي. أهلين فيكي خالي. تفضلوا. أهلا وسهلا. يزيد فضلك حبيبتي، كيفك ست أم مروة؟ الحمد لله. تفضلوا استريحوا. يزيد فضلك. شكرا. هاي قاعدة عن إذنكم. تفضلي. ماما مروة، اجوا لضيوف حبيبتي، قومي اعملي لنا قهوة.
يا ربي. طيب ماما، حاضر. يا أهلا وسهلا، نور البيت. منور فيكي. كيفك ابني سعيد؟ تمام. كيف شغلك؟ تمام الحمد لله خالي، الحمد لله. والله يا ست أم مروة بضل بالي عنده وعم بشتاق له على قد ما بيسافر، مشان هيك بدي جوزه ويكون بجنبي. الله يرزقه يا رب، طالما شغل الله يحميه وتفرحي فيه إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ما شاء الله ما شاء الله، يا أرض احفظي ما عليكي، زمان ما شفتك حبيبتي، ما شاء الله. تسلمي خالي، تفضلي القهوة. يسلم ويسلموا حبيبتي. تفضل. شكرا، شكرا كتير. والله يا رولا ماني عارفاني شو أعمل. هلأ أنت كيف لقيتي لسعيد؟ يعني ما بوشي، شب حليوة ومرتب وكمان غني. أيوة يعني عجبك؟ لا مو قصة عجبني، هو عاجب أمي لأنه حابة تزوجني لواحد غني منشان تأمن لي مستقبلي. طيب أنت مروة، أنت عجبك شي؟ عجبني بس مو معناها أني بدي أتزوجه، أنا بحب مرهف ونحن متعاهدين نكون لبعض. إيه بس مرهف فقير يعني مثل حكايتك. بس بيحبني وبحبه، وهو بعد سنة رح يتخرج ويتوظف، وأنا كمان بس اتخرج بتوظف ومنساعد بعضنا. وانتي ما شاء الله ضمناني انه دغري يتوظف بعد ما يتخرج. ما بعرف حبيبتي، الفرصة ما بتجي غير مرة واحدة بالعمر، وهي الفرصة اجتك. يلا لا تضيعيها من ايدك، بكرة ما رح تخلي بلد انتي وياه الا رح تشوفي. شو بدك احسن من هيك؟ والله يا رولا ماني عارفاني شو بدي قلك، يعني هو صحيح فرصة مثل ما عم تقولي، بس كمان أنا ماني هيك، أنا بحبه لمرهف، صدقيني يا رولا. أي حبيبة قلبي حبيه، حبيه لشوف لوين بده يوديكي هالحب، وقديش رح تتحملي تعيشي بالحب مع فقير. شبكي مروة؟ شو هالموضوع المستعجل اللي بدك تحكي فيه معي؟ جبتيني على ملا وشي؟ العريس يلي قلت لك عليه اجا لعنا هو وامه. وشو اجا ساوى عندكم؟ يعني شو بده يساوي مثلا؟ اجا يشوفني مشان بده يخطبني. ايوه وشو صار؟ هاتي لشوف تحفيني. اذا هيك بدك تعصب وتحاكيني بهي الطريقه انا ما رح احكي شي. ما رح اعصب، تفضلي احكي. مرهف، انت مستعد هلأ تروح تخطبني من ماما؟ شبك مروة، كأنك هلأ عم تتعرفي علي، يعني انت ما بتعرفي ظروفي؟ ما بتعرفي انه انا لسه ما تخرجت ولساتهم اهلي عم بيصرفوا علي؟ بعرف كل هالشي، بس انا شو بدي ساوي بحالي؟ شو اعمل؟ ماما مصرة انها تخطبني لسعيد، ومبارح تخانقت انا وياها واعترفت لها اني بحبك واني ما رح اتزوج غيرك. ايه وشو قالت لك؟ هددتني انه اذا ما بتزوج سعيد لتغضب علي وما تحكي معي بحياتها. بفهم من هالحكي انك وافقتي؟ انا مجبرة يا مرهف، ما فيني زعل ماما يلي كرست كل حياتها الي ولسعادتي. وانا وحبنا وامالنا واحلامنا، لك وين راحوا هدول كلياتهم وين؟ انا اسفة مرهف، بس مو طالع شي بيدي الا اذا بتروح بتخطبني وباسرع وقت. لا مستحيل، لك انا ما عم صدق اللي عم بسمعه، اكيد هذا كابوس. مروة حكي لي، هذا كابوس ما هيك؟ يا أما أنت عم تلعبي بأعصابي لحتى تعرفي قديش بحبك. مروة بترجاكي قولي إنك عم تمزحي معي. ولك مروة ليش ساكتة؟ للأسف يا مرهف، هذا الشي حقيقي وماني عم بمزح. سامحني مرهف، أنا لازم أمشي عن إذنك. مروة مروة
بدك تمشي وبدك ياني سامحك. ولك على شو بدي سامحك؟ 5 سنين حب وأيام، لك يوم واحد ما افترقنا، وأنا إليك وأنت إلي، وعلى السراء والضراء، وهلأ هيك بكل سهولة بتقولي أنا رايحة أتجوز، ولك 5 سنين وما اكتشفت أنك مادية. طبعا طبعا أنا فقير وما عندي شيء إلا حبي إليك، بس هداك عنده المال والجاه وكل شيء بدك إياه. مبروك ماما مروة، ألف مبروك صهري. الله يبارك فيك يا مرت عمو. إن شاء الله ألف مبروك والله يسعدكم يا رب وشوفوا أولادكم. مبروك يا مروة. الله يبارك فيك يا مرت عمو. الله يبارك مبروك فيك. مروة إن شاء الله جوازة الدهر. الله يبارك فيك يا رب وعقبال عندك. سعيد هيرولا رفيقة عمري. تشرفنا يا سيرولا. الله يزيدك شرف وإن شاء الله بالرفاه والبنين. أمانة دير بالك عليها. ها ولو ما بدي توصاي مروة بعيون. يلا ماما خلينا نمشي تأخرنا. بتوصينا شي مرت عمو؟ الله معكم. بس والله زعلانة، يعني لو تقولكم شي يومين وبعدين بتسافروا. ضروري تسافروا بكرة. اي مرت عمو اي ضروري. بدي اخد مروة احلى شهر عسل وبدي دور العالم كله. الله يسعدكم يا رب. تسلم يا مرت عمو والله يخلينا ياكي. خلص مرهاف شو بنا؟ روق شوي بقى. لك هيك انت بتدمر حالك. لك شوف شو صاير فيك. اتركني ضياء، اتركني بدي موت وارتاح من هالحياة. ولك شو فقدت حياتي من بعد مروة. يا مروة لك ليش هيك عملتي فيني؟ ليش؟ لك لساتك عامل لها قيمة. لك هي وحدة وصولية ولازم تنساها وتكون اقوى من هيك. لك هي ما على بالها شي، ليك اتزوجت وما سألت عنك وانت بدك تموت حالك كرمالها. لك لهلأ مالي مصدق. كل شوي بتخيل انها رح ترجع تتصل فيني وتقلي انا عم بمزح معك وانا إلك وما رح اتخلى عنك. لك بس هالشي ما عم يصير يا ضياء. لك طالما عارفان انه هالشي حقيقة فخلاص انسى كل شي بتعلق فيها ورجع لدراستك، رجع لحياتك، رجع لرفقاتك، لك وكون اقوى من الصدمة هاي كلها. لا لا ضياء لا، خلاص انا انتهيت أساساً. ما عاد بدي شي من كل هالحياة. حياتي بدون مروة ما لا طعم ولا لون. لك ليش يا مروة؟ لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟ ايه حبيبتي مروة، هاتي لشوف احكي لي كيف لقيتي الحياة معي؟ حلوة
بس بتعرف؟ حاسة حالي بدوخة، يعني ما منلحق نجي من السفر ونقعد شي أسبوع إلا ومنرجع منسافر. أنا ما كنت متصورة أنه هيك حياتك سفر بسفر. بس هذا شغلي، ولتكوني مليتي حبيبتي، في أحلى من السفر؟ بكل سفرة عم تتعرفي على بلد جديد وناس جدد، وعم تشتري أحلى التياب والمجوهرات والعطورات. بدك أحلى من هيك حياة؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، مليت ما مليت ماني عارفاني، مخنوقة سعيدة كمان مو قادرة حدد. بس الأكيد الأكيد أني عم بشتاق لماما، عم بشتاق لبيتنا، وغير هيك مشتهية أقعد أنا وياك ببيت مو بفندق، أطبخ لك، أغسل لك، أكوي لك، يعني نعيش عيشة حقيقية زوج وزوجة. حبيبتي مروة، أنا ما بدي منك تعملي شيء أبدا، بدياكي على طول جنبي وإنتي بكامل أناقتك وجمالك، ومرافقة دائمة وين ما بروح وين ما بجي. مو إنتي نصي التاني؟ آها، قلت لي مرافقة دائمة. طيب أمري لله، مثل ما بدك. شو رأيك نروح زيارة لعند ماما هلأ؟ لا حبيبتي، بلا ما تروحي، هلأ ببعتلك الشوفير وبخليه يجيبلك ياها لهون لعندك. ألو؟ ألو نعم. كيفك رولا؟ أنا مروة. مروة؟ لا ما بصدق، والله عاش مين سمع هالصوت. لك هيك يا ظالمة، ما عدتي لا اتصلتي ولا سألتي، كل هالقد الزواج بيشغل؟ لا والله يا رولا، أنت دايما ببالي، بس ما عم نبقى بالبلد كتير. يا مين يشوفنا مثل ابن بطوطة من بلد لبلد، يعني السما حفظتني أكتر من الأرض على قد ما بضل طايرة فيها. المهم أنت مبسوطة؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ أكيد سعيد نساكي الدنيا وما فيها. لا والله يا رولا، بالعكس، بصراحة مع كل هالدلال أنا عم حن لأيامي الماضية، عم حن لبيتنا وللجامعة وزملاء الجامعة. يعني بعد هالكم سنة حاسة حالي تحطمت، وبديت حس بالملل وبالقهر وبالفراغ. فراغ؟ لا تقوليها، هلأ بزمتك حدا بيمل من السعادة والدلال. إيه ايه انا مليت، مليت من كل شيء، مليت من كل شيء وما عاد بدي شيء. لا يا مروه لا تقولي هيك، عيشي ايامك ولا تفكري بهالطريقه هي. على ما يبدو انا اخذت قراري ورح تتفاجئوا كلياتكم فيه. سعيد. خير مروة، في شي؟ بدي أسألك سؤال وبدي تجاوبني عليه بصراحة. وأنا جاهز، هاتي لشوف، تفضلي اسألي. سعيد أنت بتحبني؟ شو هالسؤال هاد مروة؟ عادي، لا تستغرب من سؤالي، لأني أنا بحسك بتحبني، بس مو الحب يلي متعارف عليه. أيوة، وكيف يعني بحبك بس مو الحب يلي متعارف عليه؟ ما فهمتها. يعني بتحبني مثل شي تحفة عندك. مثل تحفة عندي؟ ومنين طلع معك هالتحليل هاد؟ ايه انا هيك احساسي، اني تحفة او تمثال حلو بتحركه كيف ما بدك. ليك يا مروة، من جهة اني بحبك، ايه بحبك، بس بحبك بطريقتي الخاصة، عم تفهمي؟ أنا بدي إياك تحبني مثل ما أنا بدي. صعب يا مروة صعب، لأنه أنا ما بحب حدا يفرض علي كيف بدي حب. أنا مرتك يا سعيد مو حدا. حتى ولو أنا هيك. سعيد. شو؟ طلقني. شو قلتي؟ مروة قلتي
إنه بدك تتطلقي؟ إيه؟ طلقني، أنا ما عاد فيني أتحمل هالعيشة، تعبت، زهقت، مليت، أنا بدي أعيش ببيت كون أنا الملكة فيه، استنى زوجي ليجي المساء من شغله، أقعد أنا وياه ناكل نشرب نروح زيارات نستقبل ضيوف، وكمان بدي ولدي ناديني ماما، فيني أعرف نحنا ليش لهلأ ما صار عنا ولد؟ لأنه نحنا متفقين على هالشي إنه بكير لسه، أنا هلأ ما بدي ولاد. بس أنا بدي، وطالما أنت ما بدك فالأفضل نتطلق. شوفي مروة، الطلاق آخر شي بتفكري فيه، عم تفهمي؟ حبيبتي أنت مبين عليكي إنه هلأ متوترة وأعصابك تعبانة، لهيك بترجاكي خلينا نأجل الحكي لبعدين. أنا ماني متوترة ولا شي، عم قلك طلقني. وأنا قلتلك انسي هالكلمة. مروة روحي زوري عند أمك كم يوم، يعني هيك بترتاحي وبترجعي مروة اللي أنا بعرفها. أنا رح سافر هالمرة بدونك، وبس أرجع أكيد رح تكوني رقتي وارتحتي، ومنرجع لحياتنا الحلوة اللي نحن عايشينها هلأ. رح روح لعند ماما، بس تأكد أني ما حأرجع. حبيبتي هلأ لا تحكي شي، خلص أنتي روحي وبس. وأنا عم قلك أني مصمم ما أرجع سعيد، خلص أنا ما عاد بدي إياك، طلاني. خلص حبيبتي خلص، ماشي ماشي ماشي، اهدي اهدي وقومي خليني وصلك لعند أمك، وبعدين لكل حادث حديث. يلا قومي. والله يا بنتي ما في داعي لكل هالشي. شو طلاق؟ جوزك سعيد ما في منه وما له منقص عليكي شي، يعني إذا كان بدك لبن العصفور بيجيب لك يا أمي. مشان الله تفهميني، أنا تعبت تعبت وما عاد بدي هيك حياة، مليت من كل شي، من المال، من المجوهرات، من السفر، من التياب والسهر وكل شي كل شي. خلص ماما حبيبتي خلص، ولا يهمك، قومي هلأ ارتاحي ولا تفكري بشي. قايمة ماما، بس أنا عم قلك لسعيد ما عاد بدي أرجع لو شو ما صارها. حسبي الله ونعم الوكيل. خلص أمي قلتلك مثل ما بدك ويلي بيريحك عملي. خلص أنا ما رح أجبرك على شي، منيح هيك؟ إيه أمي كتير منيح، أنا هيك بدي. طيب مرحبا مروة. أهلين مرهف، كيفك؟ الحمد لله كتير منيح. خير، شو اتصلتي فيني؟ شبك مرهف؟ ليش هيك عم تحاكيني ببرود؟ وأنا يلي جاي ومشتاقت لك كتير. مشتاقتي لي كتير؟ ايه بكير مشتاقت لك وكتير، مانك مصدقني؟ مرهف أنا لساتني بحبك، لساتني بحبك وما نسيتك ولا لحظة، أنا بقمة التعاسة صدقني. أوف 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 أوف، وشلون هيك بقى؟ معقول تعيسة وأنت عندك كل هالمال والجاه والعز؟ لك يقطع عمر المال والجاه والعز، لا المال ولا الجاه ولا العز قدروا يمحوا حبك من قلبي. مراف أنا طلبت الطلاق من سعيد ولكني رجعت لك. رجعتي لي هيك ببساطة عم تقوليها؟ للأسف يا مروة أنت تأخرتي كتير، وأنا ما عدت مرهف تبع زمان. بس أنا لساتني مروة تبع زمان، مروة يلي بتحبك وما رح تمل. مرهف أنا رح ضل وراك لنرجع لبعض. نرجع لبعض؟ خرزية حلقة بإذنك، اللي راح ما بيرجع يا مدام، عن إذنك. مرهف مرهف وين رايح؟ مرهف استنى.
مين؟ أنا منال. أهلين، مين حضرتك؟ قلت لك اسمي منال، ممكن نحكي جوا؟ ايه تفضلي. شكرا. شرفي استريحي. شكرا مدام مروة، أنا ما رح طول عليكي، أنا جاي أحكي معك كلمتين وماشي. تفضلي، شو هالكلمتين؟ أنا بكون خطيبة المهندس مرهف. شو؟ شو عم تقولي؟ خطيبة مرهف؟ أي نعم، خطيبته. بس أكيد قال لك مرهف إنه أنا وياه منحب بعض. أي طبعا، هو قال لي كل شي، وقال لي كمان كيف تركتي ورحتي لغيره بس لأنه أغنى منه. اسمعي مدام مروة، أنا تعرفت على مرهف بعد ما أنتي تركتي، وكان بحالة كتير صعبة، كان منهار ومتحطم وكرهان الدنيا وما فيها. أنا حبيته ووقفت جنبه وبقيت معه بكل لحظة من معاناته لحد ما قدرت طلعه من حالة الضياع والعذاب اللي أنتي سببتي له إياها. أنا؟ إيه أنتي؟ هلأ هذا الشي صار من الماضي، ومرهف تغلب على الصدمة وكمل دراسته وتخرج، حصل على الشهادة وعلى الماجستير كمان، وصار عنده مكتب هندسي. هو هلأ مهندس ناجح كتير بعمله، وأنا وياه توجنا هالنجاح بخطبتنا وعم نخطط لنبدأ حياتنا الزوجية سوا. بس أنت بتعرفي قديش مرهف كان يحبني، وأنا كمان لهلأ بحبه، فالمفروض أنك تنسحبي من حياته وتتركيه لإلي. اتركه لإلك؟ ليش؟ منشان ترجعي له وبس يجيكي رجال تاني غني تروحي له وتتركي مرهف وتدمريه مرة تانية؟ لا ما حذرتي، مرهف إلي أنا وما رح اسمح لك تقربي منه أبدا. وآسفة كتير بس مضطرة أقلك، أنتي واحدة أنانية. أنانية؟ إيه أنانية، لأنه وقت إجاك المال تركتي، ولما مليتي من حياة الترف والجاه صار بدك ترجعي له مرة تانية، بس للأسف بعد فوات الأوان. مرهف هلأ استرد حياته وماشي بطريق النجاح، وما رح اسمح لك ابدا تدمري لنا حياتنا من جديد. منال وين كنتي ماما؟ غليتي قلبي، وليش مسكرة موبايلك؟ ما في شي ماما، ما في شي، كنت مشوار مهم. مشوار مهم؟ وين؟ مرهف قلقان عليكي كتير وكل شوي عم بيتصل. مو مشكلة ماما، أنا هلأ راسي عم يجعني وحابة أكون لحالي، بدي نام. منال شغلتي بالي، شوفي شو صاير، أنتي متخانقة مع مرهف شي؟ لا ماما لا، ما في شي من الحكي هاد، انتي بتعرفي مرهف قديش بيحبني وقديش انا بحبه كمان، مستحيل نفكر مجرد تفكير انه نتخانق. طيب ليش لكان ما عم تحكي معه ومسكرة جوالك؟ ماما انا هلأ ما رح اقدر اقلك شي، بس اليوم تحمليني، بكرة بصير خير ان شاء الله. واذا اتصل مرهف شو قله؟ قولي له منال نايمة وهي بتحبك كتير. طيب ليش ما انتي تتصلي فيه وتحكي معه هالكلمتين؟ لا ماما الله يخليكي، بس اليوم بس اليوم. طيب يا بنتي مثل ما بدك، فوتي ارتاحي. ماشي ماما. الله يكون معك يا منال ويفرح قلبك، والله شغلتي بالي وحاسة في شي كتير قهرك بس ما عم بعرف شو هو. يا رب من عندك تسعدها وتبعد أي هم أو حزن بيعكر حياتها وتفرحني فيها عن قريب، هي ومرهف يا رب. معقول؟ معقول أنا هيك مثل ما قالت عني منال؟ أنا أنانية؟ إيه أنا أنانية،
أنانية. أنا تركت مرهف من شان المال، وتركت سعيد من شان الحب. يا ربي دخيلك، أنا شو عملت بحالي؟ شو عملت بحالي؟ ولك آه آه. ماما، شو لساكي قاعدة لحالك؟ قومي خلينا نشرب قهوة سوا، قومي تقبريني. يلا أنا سابقتك. إيه؟ ماشي ماما ماشي. يلا. ألو. مرحبا مرت عمو، كيفك؟ أهلين سعيد، أهلين، تقبلني، كتير مشتاقت لك أنا. أنت كيفك؟ بخير مرت عمو الحمد لله، ومشتاق لكم كتير كتير. مرت عمو، ممكن لو سمحتي أحكي مع مروة؟ إيه مو على عيني. مروة، يا مروة. نعم ماما. تعي أحكي مع جوزك سعيد. سعيد؟ شو بدي أقول له؟ شو بدي رد عليه؟ بدي أقول له يجي ياخدني، هذا قدري ولازم أرضى فيه. يلا ماما جاية. بين الحب والمال. التأليف دينا خانكان. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: سليم تركماني، تمام العواني، رامز الأسود، صفاء رقماني، دينا خانكان، فيلدا سمور، إياس أبو غزالة، نبيل حلواني، هزار سليمان، أميرة حديفي، وليلى بقدونس. ساعد في الإخراج رائد عطار. المخرج المنفذ عامر محرز. قدمت لكم دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تمثيلية الأسبوع. المخرج المنفذ زهير جمعة. تمثيلية الأسبوع. تمثيلية الأسبوع. إخراج محسن غازي.